هنروح مشاهدينا الكرام إلى خبر آخر، حيث التقى سامح شكري وزير الخارجية ظهر اليوم في العاصمة الجامينة مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي في مستهل الزيارة التي يقوم بها إلى كل من تشاد وجنوب السودان. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، صرح أن سامح شكري نقل تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس ديبي وسلمه رسالة من الرئيس السيسي تتناول في شق من سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة. أما في الشق الآخر فهناك التشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان ودور تشاد ودول جوار السودان في دعم جهود وقف إطلاق النار والتعامل مع الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق نتيجة الاقتتال الدائر. وأعرب الرئيس التشادي عن تقديره البالغ لمبادرة رئيس الجمهورية بإفادة وزير الخارجية إلى دولة تشاد في هذا التوقيت الهام الذي يواجه فيه السودان الشقيق تحديا أمنيا وسياسيا في غاية الخطورة، وتطلع تشاد للتنسيق مع جمهورية مصر العربية من أجل تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت والالتزام أيضا بوقف شامل لإطلاق النار يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة. لمعرفة تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام معنا عبر الهاتف السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. الحقيقة تطورات يعني حثيثة خاصة من قبل الدولة المصرية، فهي تقوم بمجهودات كبيرة من أجل وقف الاقتتال الدائر حاليا في السودان. وإحنا شفنا طبعا النهاردة لقاء سامح شكري وزير الخارجية في العاصمة الجامينة مع الرئيس التشادي محمد إدريس، وكان هناك حوار مهم جدا فيما يتعلق بهذه الأزمة. كيف رصدت يا فندم هذا الاجتماع؟ أولا خلينا نقول إنه الأزمة اللي بيشهدها السودان في الوقت الحالي نعم محتاجة هذا الجهد اللي بتبذله مصر واللي بتبذله الجامعة العربية واللي بتبذله المملكة العربية السعودية، يعني تحركات متوازية و ده بيعكس الحاجة الحالة لمتابعة الموقف لإجراء الاتصالات وتكثيفها مع مختلف الأطراف، سواء كانت الأطراف السودانية إذا كنا بنتكلم على المكون العسكري أو المكون المدني، إنما أيضا دول الجوار، لأنه الخوف كل الخوف انه مع استمرار وطول امد هذه المواجهة العسكرية بين مكونات للقوات المسلحة السودانية ده كفيل بانه يبقى له اثار وخيمة على 7 دول مجاورة للسودان، وده في حد ذاته يعني كفيل بانه يخلق حاله من فقدان الامن والسلم في هذه المنطقه الهامه من القاره الافريقيه ومن المنطقه العربيه. نعم سعاده السفير، حضرتك اشرت الى نقطه مهمه جدا وهي ربما تاثر 7 دول مجاوره بما يحدث على ارض السودان الآن. كيف يمكن ربما يعني من وجهة نظر حضرتك التعامل مع هذه الأزمة، خاصة أن هناك أزمة إنسانية تلوح في الأفق؟ احنا شايفين طبعا النازحين من السودان إلى الدول المجاورة، كيف سيمكن التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية على وجه التحديد في ضوء أيضا المعطيات الحالية، خاصة أننا يعني في الإقليم وفي العالم كله نمر بظروف اقتصادية ربما مختلفة؟ هذه الجهود اللي بتبذل هنا وهناك دي يعني هدفها انه يتم وقف اطلاق النار على الفور. نعم. والنظر في خطوات لاحقة تتعلق بالعودة للمسار السياسي لحل الأزمة السودانية اللي مستمرة بقالها فترة من الوقت. الفكرة انه هذا التدخل السريع واللي استدعى هذه الدورة الاستثنائية لمجلس الجامعة العربي
وتشكيل لجنة مشكلة من الأمانة العامة من مصر بصفات رئيس المجلس الحالي وسمادتهم الأمانة العامة والمملكة العربية السعودية اللي بتستضيف محادثات لممثلي طرفي الصراع من المكونات العسكرية أو المكون العسكري في السودان. كل ده الهدف منه هو الحيلولة دون تدخل أطراف أجنبية هتسهم في تدخلاتها في مزيد من تعقيد الموقف. وسرعة الاتصال بالدول المجاورة وأهمها الحقيقة تشاد وجنوب السودان، ولو نتذكر أنه رئيس جنوب السودان سيلفا كير كان بادر بالاتصال بالسيد رئيس عبد الفتاح السيسي مع بداية هذا الصراع المسلح ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. بالضبط كده، يعني ده بيعكس برضو إدراك الرئيس الجنوب السوداني إلى خطورة أنه هذا الأمر يمتد إلى دول الجوار ويتسبب في مشكلة سيدفع ثمنها كل المنطقة وليس فقط طيب عفوا للمقاطعة. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، وحضرتك أشرت إلى أن هناك أيضا ربما تحركات من قبل بعض الدول التي تحاول ربما حل هذه المشكلة، وأن يكون هناك ربما تحركات دبلوماسية خلال هذه الفترة، كيف ترى ردة فعل المجتمع الدولي فيما يتعلق بهذه الأزمة؟ شوف يا فندم، احنا المنطقة العربية فيما أطلق عليه ثورات الربيع العربي اللي امتد أمدها ولا يزال لغاية النهاردة في كثير من البلدان العربية. نعم، احنا بنتكلم على عقد من الـ من الـ من الـ من الزمان، ولا زالت الأزمات موجودة. أفضل شيء هو الشعار اللي أطلقه السيد الوزير سامح شكري خلال ترأسه للجلسة الاستثنائية للمجلس، لما قال يجب أننا نوجد حلول عربية للمشاكل العربية وأننا ما نسمحش بالتدخلات الأجنبية. صحيح. ومن هنا بنلح على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضرورة حقن الدماء وضرورة احترام الهدنة وإطالة أمد الهدنة وإتاحة الفرصة للعودة للمسار السياسي بأسرع وقت ممكن، لأنه هذه الأزمة حتطال الجميع في هذه المنطقة. إحنا بالنسبة لنا في مصر أكثر الدول اللي متضررة واللي حتتضرر إذا ما استمر هذا. عشان كده إحنا الحقيقة تحركاتنا كانت يعني سريعة وكانت ناجزة، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الإنساني. فإحنا مدركين تماما أنه ما ينفعش أننا نترك الأمور لغيرنا، وأنه يجب أننا في المنطقة العربية يبقى لنا دورنا المؤثر خلال الفترة اللي جاية. هل القوة السودانية هتسمح بهذا وحتتفاعل بشكل إيجابي؟ هذا هو السؤال. ربما هناك حرب دائرة وحرب دروس بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وطبعا إحنا شايفين هذه الحرب الحقيقة يعني لها آثار على كافة المستويات، ليس فقط على المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي أيضا فيما يتعلق بمشكلة النازحين. كيف يمكن التعامل مع مثل هذا المشهد أو مع معطيات هذا المشهد ربما حساس خلال هذه الفترة، خاصة أننا هناك مشكلة أخرى فيما يتعلق أيضا بمشكلة سد النهضة، هل يمكن أن يؤثر ذلك بشكل أو بآخر على ربما المفاوضات الدائرة فيما يتعلق بسد النهضة؟ وهل هناك مفاوضات دائرة فيما يتعلق بسد النهضة؟ يعني إلى حد المشكلة كل المشكلة يا فندم هي أنه إثيوبيا اللي بتتشدق بدور الاتحاد الأفريقي وبتصر على انه الاتحاد الافريقي يقوم بدوره، هي سحبت السجاده من تحت اقدام الاتحاد الافريقي. نعم. هي لا تمكن الاتحاد الافريقي من القيام بمهامه كمنظمه قاريه ومنظمه اقليميه عليها التزام في هذا الاطار. ومن هنا احنا لجانا الى
مجلس الأمن، مش لعدم قدرة الاتحاد الأفريقي بقدر ما هو عدم توافر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا في أنها تمكن الاتحاد الأفريقي من أنه يتابع ويتولى موضوع المفاوضات، من رئاسة جنوب أفريقية لرئاسة كونغو ديمقراطي لرئاسة سنغالية والآن مع جزر القمر. ولا أعتقد أن أثيوبيا لها أي استعداد أو أي رغبة في أنه تبقى جادة وتسمح بمفاوضات جادة تنتهي إلى نتائج تسمح لنا بأننا نضع هذا النزاع وراء ظهورنا وننتقل إلى مرحلة من التكامل والتعاون والتفاهم العميق بين الصدوات الدول. صحيح. إنما طيب. نرجع تاني ونقول إنه فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية، دي مش أزمة عربية فقط ولا أفريقية فقط، دي أزمة دولية وهناك التماس على المجتمع الدولي. ومن هنا سارع سكرتير عام الأمم المتحدة في إفادة مبعوثها إلى السودان للبحث في كيفية دفع الجهود في سبيل تحقيق وقف إطلاق النار واحترام الهدنة عشان يسمحوا بنفاذ المعونات الغذائية والطبية اللي السكان مدينة الخرطوم وغيرها من المدن في أشد الحاجة ليها. طيب سؤال آخر يا فندم، سؤال الأخير لحضرتك. كان هناك جلسة في جامعة الدول العربية بالأمس، وكان هناك كلمة لوزير الخارجية سامح شكري فيما يتعلق بسوريا، خاصة بعد إنهاء تجميل مشاركة سوريا في جامعة أو في جلسات جامعة الدول العربية. كيف رصدت هذا التطور أيضا في ضوء المشهد الراهن؟ طبعا دلالة التوقيت هامة جدا يا فندم. شوف يا فندم، يعني لو سألتي أي واحد في أي بلد من البلدان العربية انطباعه إيه؟ هيقول لك دي 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 خطوة وده إجراء إحنا كنا منتظرينه من فترة طويلة. صحيح. يعني على مستوى الشعوب العربية وخاصة الشعب السوري كان بيتطلع لإنه يتم يعني تصحيح هذا الوضع والسماح لسوريا بالعودة لممارسة دورها في الجامعة العربية. نعم. اللي حصل امبارح ده أهميته في انه اصبح في توافق في الرأي بين الدول العربية فيما يتعلق بعودة سوريا. ما ينفعش ان سوريا تستمر خارج الإطار العربي. نعم. القضية شائكة جدا، وعندك دول ليها تواجد داخل سوريا، عندك الولايات المتحدة، عندك الاتحاد الروسي، عندك إيران، عندك تركيا، وبالتالي المسألة مش بسيطة. وبعدين أنت تتكلمي على مئات الآلاف من اللاجئين في دول الجوار، بتتكلمي عن صدوات عملية نزوح من أكبر عمليات النزوح اللي شاهدها المجتمع الدولي. يعني ده 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 يعني وضع في غاية التعقيد. إنما يجب إننا نبدأ من نقطة ما، ألا وهي إنه هذا الوضع لا يصح إنه يستمر، ويجب أن تعود سوريا لممارسة دورها في الإطار العربي. بالتأكيد وضحت الفكرة. شكرا جزيلا سعادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق، أشكرك يا فندم جزيل الشكر.